زي ما بقول لحضراتكم، كل الناس، كل اللي اشتغلوا، كل اللي ايديهم كانت في هذا الحدث، الجنود المجهولة زي ما بتقال عليهم، يعني جهد خارق وشاق وعلى مدار فترات طويلة، فيستحق مننا كل التحية وكل التقدير. في بقى يعني التفاصيل اللي هي مثلا العمال، الناس اللي اشتغلت في التصميم، في الطلاء، في الإضاءة، في كل الكلام ده كله، الفنيين بشكل عام. فالحقيقة احنا اخترنا برضو ان احنا لازم نوجه ليهم التحية، ويكون معانا برضو حد منهم علشان نقول له يعني كتر خيرك، شكرا على الجهد وشكرا على الإنجاز اللي تم. معانا دلوقتي على التليفون باشمهندس محمود هاشم، مهندس ديكور الاحتفالية. برحب بحضرتك معانا يا باشمهندس. اهلا بحضرتك يا فندم. الف الف مبروك يا فندم، وشكرا جزيلا. شكرا فيك يا فندم، ربنا يخليك. كلمني عن احساس حضرتك بقى، انطباعك بعد ما انتهى الحدث بهذا الشكل. اكيد طبعا مبسوط جدا، ومش انا الوحيد اللي مبسوط، اكيد مصر كلها والعالم كله الحمد لله. قدرنا نخرج بصوره مشرفه ومبهره جدا وتبهر العالم كله الحمد لله. الحمد لله. باشمهندس محمود، كلمني عن طبيعه عمل حضرتك بقى والشغل اللي اتعمل في الـ في الـ في الاحتفاليه او في الموكب. تمام يا فندم. هو اشراف فني بس، يعني انا حابب اوضح، هو اشراف فني مهندس محمد عطيه. ايوه. بالترتيب مهندس الديكور طبعا كريم عرفان. مهندس ديكور محمود هاشم اللي هو انا. ايوه. مهندسين موجودين، يعني باقي التيم ورك، مهندس احمد عرفات، مهندس نبلاوي، مهندس والي، مهندس عيسى، مهندس حماد، كل دول كانوا موجودين معانا. انتوا كنتوا فريق كبير، انتوا عددكم قد ايه يا باشمهندس الفريق؟ كنا تقريبا 13 يعني، ولسه كنت بكمل يعني. كان تيم ورك كبير جدا، لان طبعا احنا كنا يعني اشتغلنا في اماكن كتير طبعا، شارع العالم بالكامل، كنا موجودين متحف الحضاره، عمر مكرم، سيمون بليفار، يعني كان اماكن كتير جدا طبعا. طيب التصور اللي انتوا حطيتوه كلمني عنه برضو، عن الفكره، هنعمل ايه هنا وفين وازاي، كلمني ايه الخطوط العريضه اللي كنتوا متابعينها في تصميم المشهد ده. احنا طبعا من اول يوم مركزين في التفاصيل طبعا، واننا بنعمل حاجه العالم كله بيتفرج عليها، واننا نبقى ملتزمين ومرتبين، وكل حاجه تطلع بالديزاين اللي احنا عاملينه. والحمد لله كل حاجه طلعت زي ما احنا كنا متصورين واحسن كمان الحمد لله. الحمد لله. شكرا جزيلا لحضرتك ولكل فريق العمل، واللي طبعا عملوا هذا الجهد والشكل الرائع اللي احنا تابعناه.